مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم سيداتي سادتي. سعيدة بلقائكم مجددا، تحياتي لكم فينما كنتو. شهية طيبة لكل من هو على مائدة الغداء، طريق السلامة لكل من هو على الطريق، بشوية عليكم في الطريق، الجو مشتوي الله يرحمنا يا رب، وأكيد أنه فرصة شبكم لبسوا مزيان القضية باردة. فتحية لكم مستمعينا الكرام فينما كنتو، مرحبا بكم. وكالعادة كل يوم ثلاثاء حضر معنا ومشرفنا سامي دانان خبير ديكور الإجابة على كل أسئلتكم. مرحبا بك سامي. شكرا، أهلا بك وبجميع المستمعين الأوفياء. مبروك الشتيوة. الحمد لله، الله يجيب على قد نفع يا رب. كي القضية باردة ياك؟ وي شويه شويه. سامي ديما معتدل. دابا الا جيتي تشوف يعني كنهضروا دابا بصفه عامه، حنا كنهضروا على المدينه ديالنا على كازا عايشين. يعني الا مشينا لمدن اخرى عاد غنعرفوا بين تبارك البرد ديال بصح يبان الفرق الكبير. كاين الفرق. نعم، على ذكر البرد سامي، كاين المشكل هو انه حنا غادي نعاود نرجعوا لواحد الموضوع اللي كنا سبق وتكلمنا عليه. احنا مازال ما عندناش ديك الثقافه ديال 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 الشوفاج سونترال في الدار مثلا. غالبا ما كندوزوش في الانستالاسيون اللي كتكون فكره بحال هكذا، وكيكون المشكل هو ان ما كيشريو دوك المدفئات او الدفايات، كتكون صغيره، الديكور ما زوينش. فشنو هما الحلول اللي يمكن نديروها اذا ما كناش دايرين شوفاج سونترال مي كيقصح البرد بحال هكا؟ اولا من غير انها كتكون صغيره او لا المنظر ديالها ما مزيانش، هذوك المدفئات الصغار هما غالبا هما اللي كيديروا لنا المشاكل. المشاكل ديال ان الواحد ديال ان كيمرض كيضربوا البرد، ديال بزاف المشاكل. علاش؟ كيخصنا نعرفوا بان شوفاج سونترال ملي كيكون عندنا، كتكون عندنا لاشودير وعندنا لي غادياتور في الدار، راه سان كالكول، كيدير واحد لو شيما، كيدير واحد الكالكول للدار، شحال الغادياتور غادي تحط، وهذوك لي غادياتور شحال فيهم، كل غادياتور شحال فيه من كري، باش يكون واحد ليكيليبغ في لا تومبيراتور في الدار كامله. ملي انا مثلا كاين المشكل ديال الحال بارد والدار بارده، غادي نجي مثلا غادي نجيب شوفاج نقولوا موين ولا صغير، وغنحطو في لاشوم غنسخن به اوتوماتيكمون. غتبغي الواحد مثلا المرأة تبغي تمشي لاكويزين او للراجل او اللي يمشي للحمام او اللي يتحول لبلاصه اخرى، غادي يلقى التمبيراتور مبدله في بلاصه اخرى اوتوماتيكمون، تما راه كيكون المشكل ديال ان الواحد كيضربوا البرد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لون بلاسمون، فاش كيتحط الشوفاج دوك لي غادياتور ملي كيتحطوا، حتى هما راه كيكونوا كالكولي فين غيتحطوا على حساب الفراش. ما خاصش ديك لاشالور تضرب فيك فاس. كنعرفوا حنا ملي كنبغيو نخدموا كليماتيزور او نخدموا فونتيلاتور او نخدموا شوفاج، ما كنهضرش على كل شيء، مي الاغلبيه الناس يعني كيدير ديك السخونيه او البروده كتضرب فيه فاس. ونورمالمون الا غنبردوا او غنسخنوا خصنا نبردوا او نسخنوا لاسباس، ماشي لا بيرسون، ماشي الجسم ديالنا. هنا فين كيكون هنا واحد المشكل. هادي غير كمقدمه غير باش الناس يعرفوا كيفاش كيتحطوا لي شوفاج. وانا يعني من الافضل، انا كنفضل ان يكون شوفاج سونترال في الدار. كاين بعض الناس الاغلبيه اللي ما كيبغوش يديروه، كيقول لك المنظر ديالو، حيت هو خاصك دير له انيش في الحيط، يعني تحطو في كيبقى باين وكيبقى ممكن انك يكون عنده ان ديكور اون بوا اللي ما كيبقاش يبان. اللي كاع اللي كيكون كاتيجوريك ما بغاش نهائيا يقيس في الحيط باش يديرو، ممكن ان الا كانت الدار عاد شونتي، ممكن انه يدوزو اوصول، كيدوز في الارض كتكون الارض سخونه. اي ولكن الا خسر نو الا خسر كتخسر لاشودير، اما لانستالاسيون اللي دايزه في الارض ديما هذيك. الا كانت زعما دايزه بلي نورم غالبا ما كيكونش فيها مشكل. الا خسر كيكون مشكل في لاشودير وكتصوب. لاشودير باش نعرفوا شنو هي لاشودير، راه بحال شوفوا اغاز تقريبا. يعني صغر من شوفو الكتريك، صغر منه، كتكون كتحطها في واحد البلاصه وكتخدم حتى هي بالغاز او لا بالضو، وكتكون في واحد لومبلاسمون اللي تكون مهويه وكتخدمها وكتكون مزيانه، يعني كتنفع بزاف. في حاله الا ما كاينش شنو هو الحل؟ الا ما كاينش اول حاجه يعني بالنسبه للناس اللي ما غيديروش دي ترافو، ما عندهمش دي ترافو وما عندهمش مثلا شوفاج في الدار، كاين الحل البديل اللي هو الكليماتيزور. الكليماتيزور كنعرفوا حتى هو كيسخن، يعني راه كيسخن وكيبرد. وقبل من هذا الشيء كامل خصنا نعالجوا المشكل ديال الشراجم.
يعني اذا كان البرد في الدار كثيره كنعرفوا بان الشراجم راه ما كيسدوش مزيان دوك اللي كنسميوهم بالدارجه كيقول المعلم دوك الشطابات ديال الجناب اللي كيكونوا ديال الباب كيكونوا قدام كيخصهم يتبدلوا. يعني نعالجوا المشكل بعدا ديال الشراجم والبيبان ما يبقاوش يدوزوا البرد هما الاولين. وعاد ديك الساعه ندوزوا لي شومبر كوشي او سيجور الا كان عندنا معزول من الافضل اننا نديروا له الباركي في الارض. هادو النقط اللي مهمين. ومن بعد منها ديك الساعه الا بغينا وما يمكنش لنا اننا نديروا شوفاج حيت كنعرفوا من غير التكلفه ديالو يعني فيه الخدمه بزاف يعني فيه شويه ديال الروينه. ممكن اننا نديروا داك كليماتيزور في الدار كنعرفوا بان حتى هما كيسخنوا وحتى هما كيقضيو الغرض. يعني ممكن يعني بالنسبه لك الحل الثاني اللي ممكن هو لي كليماتيزور. هما لي كليماتيزور بالنسبه لي غادياتور كيف ما قلت بالنسبه للشوفاج سنترال كاين يا اما كيكونوا دي غادياتور كيكونوا في الحيط وضروري دازمو من الانستالاسيون كاستري او لا كيكون في الارض يكون اوسول حتى هو كيخصك تقلع الارض كامله باش دوز الانستالاسيون وتعاود دير لو سول من جديد يعني دير الخام او لازليش. بالنسبه للكليماتيزور كاين في بعض الحالات اللي ممكن اننا نديروه باش موراه ما نديرو حتى شي تعديل. وكاين كاع لي كليماتيزور موبيل اللي كيتحركوا هذاك بحالو بحال 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 الشوفاج اللي كنقولوا موبيل. يعني من الافضل هذاك ما غالبا ما كيسخنش وحتى هو فيه نفس المشكل. باغ كونطخ الكليماتيزور اللي كندوي عليه اللي كيكون اللي كيتعلق كيتسمى سبليف هذاك ممكن انك نديروه حدا الشرجم باش الانستالاسيون ديريكتومون كتخرج لافاساد. نعم. يعني كتكون قريبه وما كيكونش عندنا شي يعني دي طرافو كثار في الدار من بعد التركاب ديالو. نمشيو فاصل نرجعو معاك سامي نستقبل المستمعين بقاو معنا ما تمشيو فين. سؤال كيقول تحيه ليك اختي سكينه وتحيه لسامي دهنان عندي بيت بناتي وبغيت ندير لهم الريدو الباب والشرجم ما عرفتش اللون اللي ندير عندهم تابي بلون كاسي وصباغي غوز مغلوق الفوق بالعرض والبني من التحت. ما عندناش صور باش وي ما عندناش صور ما كاينش صور باش غادي نقدروا نجاوبها. ريدو يدخل هذا الالوان من الافضل ان يكون ان بلون كاسي ويكون داخل فيه عندي غادي ديال الغوز اللي عندها ديال هاد الغوز اللي عندها في لا شومبر. هو اهم حاجه يعني ريدو من الافضل ان يكون كيتماشى مع لونسومبل ديال لا شومبر يعني ديال لاكويت ديال لو دغا يكون اذا كان اونصومبل كيعطيو احسن كيعطي منظر اجمل. سؤال كيقول سلام اختي سكينه عندي بيت الكلاس باغي نفرشو فراش رومي حيره واش نغلف ولا ندير الخشب واش نغلف ولا ندير الخشب لون صباغه في البيج فيه بلاكار في البيض فوالا. هو اذا كان يمكن هذا الثوب اللي عجبها رومي وهذا البيت. هو الا كان الا دارت الخشب يعني مصبوغ غادي يكون احسن. يعني الا كان مصبوغ يكون بالارجونتي غادي يكون احسن غادي يعطي منظر احسن. مصبوغ بالارجونتي وي نعم بالكري ارجون يكون احسن. اييه سؤال كيقول سلام اختي انا مريم من اكادير سكينه راكي في ديما الله يحفظك لينا اختي شكرا لك الله يحفظك على مريم شكرا. سؤال كيقول السلام عليكم اختي سكينه بغيت نسول سي سامي انا صبغت بيت البنات بصباغه ديكوراتيف اللون وردي فاتح بغيت نعرف اللون اللي ندير لهم في الفراش والديكورات عمرها 8 سنين غير بنيزه عمرها 8 سنين. هنا بغيت نشير لواحد النقطه الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس مثلا بحال دابا نهضروا على هاد السيده لا شومبر ديال بنيتها من الافضل ان ما كانتش تصبغ لا شومبر كلها بالخوص. يعني غادا تكون مغموقه واحد شويه والبنيته دغيا غادا تملها حتى الى عجبات هذيك لاكولار كانت اموا ديرها في بان واحد. يعني ديرها في لا تيت دو لي او لا كان افضل انها تخلي لا شومبر كامله بيضاء ودير لها يعني دي ستيكرز او لا دي ديسان في لا شومبر. بالنسبه لوكا ديالها يعني خاصها تدخل اللون اللي يكون مفتوح يعني الارضيه خاصها تكون بيضاء او بلون كاسي ويكون ضروري خص يكون الغوز بحال اللي كاين في الحيط او عند غادي ديالو. عاد ممكن كيكونوا الا كانوا دي موتيف اللي ممكن يدخلوا لوينات اخرين مي اهم حاجه لا باز تكون بيضاء او بلون كاسي ويكون داخل لو ديغادي ديال لو غوز اللي كاين في الحيط. نعم
سؤال اخر كيقول السلام عليكم، الله يخليك، بغيت نفرش بيت الكلاس تقريبا فيه 5 متر على 4، واش نعمل الكنابيات مغلفين بالجلد ولا بالثوب، واش من نوع ديال الثوب وحتى اللون باش يبقى عندي حريه نبدل في الوسايد لانني كنمل بسرعه، وحتى واش ندير لهم كوانات ولا لا، ولكن ضروري كوانات واش ولا كانوا ضروري كوانات واش متلتين ولا مربعين، وشكرا جزيلا. بالنسبه نهضروا على يعني التغلاف، يعني كنفضل انه يكون بالثوب. يعني بالنسبه للسيده قالت لك بانها كتمل دغيا، كاين طريقه هو ان ديروا مودرن، يعني يكون كله اوني، كيف الطلامات كيف الطبالي كيفاش مغلفين بنفس الثوب، يعني حتى لي كوسان يكونوا بنفس الثوب. وممكن ان ملي غدوز واحد المده وكيف ما قالت تملو او لا باغا دير تبديل اخرى، ممكن ان هذيك الساعه تبدل غير لي كوسان ديرهم امبريمي، من بعد ممكن ان تاخذ ثوب واحد اخر اللي غادي يكون الطلام ديالو غيي ويكونوا الخدادي ديالو حتى هما امبريمي. يعني في هاد لوكا هذا ممكن انها عندها الامكانيه انها تبقى تبدل، مي في الاول من الافضل انه ديروا كله اوني، يعني ولا لافونتاج عاود ديالو كله اوني، ما كنظنش انها تملو دغيا. كاينه طريقه اخرى ممكن انه يكون كله اوني وكندخلوا لي بيتي كوسان يكونوا امبريمي، ملي غادي تمل غتبدل غير لي بيتي كوسان الى كالدو. مثلا الى درتو في ان بيج درتو كله في البيج ودخلت دي بيتي كوسان اللي غيكونوا يكونوا فلوري. كنعرفوا البيج كيتمشاو معاه بزاف ديال الالوان، ممكن ان هاد لو تيشو اللي غيكون امبريمي غيكون فلوري، ممكن يكون داخل فيه مارون اورانج جون فيغ. ملي غادي تمل غادي تحيد هاد لي كوسان وتحيد لي كالدو اللي كيديروا الغابيل ديال لي كولور ديال لي بيتي كوسان، وتجيب دي بيتي كوسان اللي في كولور وحده اخرى. باغ اكزومبل اللي يكون فيهم غادي يكونوا اوليو باش يكونوا فلوري ممكن يكونوا غي، ممكن يكونوا طون سيغ طون ويكونوا لوينات مختلفين. يعني ممكن ديك الساعه تدخل غير لو جون، ممكن تدخل جون فيغ، مي ماشي بنفس الدرجه اللي كانوا عندها. ممكن تدخل الموف، ممكن تدخل بوردو، يعني كيولي عندها كيفاش تبدا تبدل. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه الا كانت غادي دير طبالي مغلفين، بالنسبه لي بوين مغلفين ما كيطلعوش، يعني كنهضروا على كوتي المنظر، يعني من الافضل بلاش، من الافضل ان ما يكونوش لي بوين، ديروا ديغاك. ممكن ان تمشي حتى للقنت ودير واحد الكليسه، كليسه ممكن ديرها على شكل اللي كنعرفوا لا فورم اللي كنقولوا فرماجات، اولا ممكن ان يكون غير داك لو كوان، يعني يكون الصالون يعني مقاد عادي ومشيو غير داك لي كوان، وتكون كليسه ديالهم بواحد التويب اللي يكون امبريمي اللي يكون مبدل. نعم باش نهرسوا. ناخذوا معنا مكالمه، معنا لاله ليلى من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله ليلى. اهلا وسهلا، تفضلي لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي شو كاينه، لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك لاله، انت على خير؟ لاباس ربي يخليك، شكرا لكم على هذا البرنامج. مرحبا لاله. عندي شي اسئله. تفضلي. واخ، انا عندي واحد صالون فيه 4 على 5. داكو. وكاين واحد صالون شوقه، يعني كاينين جوج ديال الشراجم. وبيناتهم كاين واحد المغبو، كاين سيجور، السيجور هو فيه الشراجم. داكور. اون فات مع السيجور كاين داك الحيط اللي غتكون فيه لا تيلي. دابا انا باقا ما صبغتش، يلاه دايره القبط ودايره الدليج ودايره الخامه المغبى، مازال ما صبغتش. ومهم بغيتك تقترح عليا، انا عندي واحد اليدين ما بغيت نتشاور معاك وصافي، ما عرفتش الشيء اللي كنفكر فيه واش غيجيو هذاك ولا لا. ماشي مشكل، شنو اليد ديال؟ واخا الحيط ديال الفازه انا ناويه ان شاء الله ندير داك الحجر. اها دير تحجرت. تحجرت وغادي يكون غالب عليه شويه اللون الكغي. وبغيت لو تان نمشي في الكغي، غير ما عرفتش واش الصالون كله الكغي والسيجور يجيب لون اخر، ولا بغيت ندخل لون اخر مع الكغي، شنو اللون اللي غيجي مع الصباغه؟ مازال ما عرفتش. داكوغ، احسن حاجه غادي دير هو انك غتصبغ بالنوتخ، غتصبغ بصباغه ديكوراتيف بيضاء. داكوغ، ديرها وداك الغابيل ديال الحجر ديال الكري غديريه في ديك التفريشه اللي اون فاس مع لا تيلي في داك لو سيجور. غديريها مودرن. وبالنسبه للصالون ديالك من الافضل يعني باش يكون واحد لاغموني، يكون واحد التناسق، من الافضل يكونوا فيه شرشيشات ديال الكري، ما يكونش داخل فيه الدوغي. داكوغ.
داكو. وبالنسبه للفراش ديال السيجو غادي يجي رومي، يعني نقدر نغلف ندير طابيسري ونغلف. وي غيكون يكون طابيسيي ويكون يكون بالثوب، ممكن ديريه بلا طوال، ممكن ديريه بالفلوخ بالمبره، ومن الافضل انه يكون كله اوني باش لا. باش باش يتماشى لك مع غيجي اون فاس مع مع الصالون ماروكان. من الافضل انه يكون كله اوني. واخا الصالون ماروكان ماشي بحال بلا كان غيصبغ الباج، نقدر ما ندخلو على لي كولور اللي دخلت راه غيجيو. خص شي توب اللي يكون فيه واحد شويه ديال الكري او اللي يكون كيتماشى معاه. مثلا ممكن ان يكون غالب عليه الازرق البلو، ممكن يكون غالب فيه البلو، يعني كاينين اللوينات اللي كيتماشاو مع الكري. وي داكو. وعندي واحد السؤال على لي غيدو، لحقاش دابا يا الصالون شوكه فيه جوج ديال الشراجم والسيجور دابا فيه شرجم، يعني الشرجم ديال واحد من الشرجم في الصالون والسيجور جاو في نفس النيفو. اها. إذا واش غادي ندير لي تخوا غيدو في نفس الشكل أولا نخلي ديال الصالون بوحدهم وديال السيجور يجي وحده؟ هنا كاين جوج ديال الاحتمالات، إلا كان إلا الصالون لأن الشوفة غادي يجيو بثلاثة بهم شوفة وحدة. داكوغ، إلا كان الصالون يعني بلدي رومي ممكن أن يمشيو لي ريدو كلهم بحال بحال، دير يا إما دير ستوغباطو ويا اما دير يعني ملي غدير ستوغباطو ممكن ديرو في ان كري كلير اللي غيتماشى لك مع الصالون ماروكان ويتماشى لك مع لو سيجور. اولا كاينين دي ستوغ جور انوي تا هما يكون داخل فيهم الكري، راه غيتماشى لك معاهم بجوج. نعم. ناخذو معنا لاله فاطمه من الدار البيضاء. لاله فاطمه مرحبا، تفضل لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. داري لاباس عليكم؟ الله يطول عمرك لاله، مرحبا. بغيت غير نسول الاستاذ على الشوفاج سونترال، ما بديتش البرنامج من الاول، ما عرفتوش شنو هو، وبغيت نعرف واش ممكن هو يدا كامله، يعني بغيت نديرو، ما بغيتش ندير لا الكليماتيزاسيون ولا ندير حتى حاجه، بغيت نديرو غير هو، واش ممكن؟ يعني ممكن انك ديري غير كيف ما قلنا في البدايه ديال الحلقه، ممكن انك ما كنتيش في الاستماع، وانا كيخص بعدا ديجا تكون الدار باقا ما كاملاش، اولا يلا غدير لها لي طرافو، هذه الاولى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بغيتي ديريه بوحدو ممكن أنك ديريه بوحدو، ما ديريش الكليماتيزور، ولكن إلا كان في المدينة عندكم ما كاينش المشكل ديال الحرارة كثيرة. لا هذه مش في الدار البيضاء، أنا كنهضر، أنا كنسكن في الدار البيضاء. في كازا ممكن أنك ديري شوفاج سونترال، مي راه الدار يعني خصها تكون يلاه كتبنا أولا غتكون غادا تعوديها كاملة. حيت كاينين لي طرافو، غير كاينين لي طرافو، كاين باش نبسطو كاع باش الناس تعرف، يعني مثلا ملي كيكونوا لي غادياتور اللي كيكونوا في الحيط، يعني الحيوط كلهم البلايص اللي غيتحطوا هاد لي غادياتور كلهم خصهم يتحفروا، ومن كل غادياتور كدوز واحد الجعبه كتكون فيها نورمالمون ديال الماء، كتمشي من تما حتى لعند لاشودير، يعني الدار كلها غادا تحفر. سمحي واخا سولتك، واش هاد شوفاج سونترال بحال هذاك الشكل اللي بحال تيكون في الداخليه، كتكون واحد الحديده محطوطه في القند؟ كاين نورمال هذاك اللي كدوي عليه كيكون غير معلق، كتكون واحد الغادياتور غير كيكونوا غير معلقينه، مي من الافضل انه في الاغلبيه كنديروا كيكون محفور له في الحيط، كتكون اون نيش فاش كيدخل باش ما يبقاش يبان، هو هذا. مي الانستالاسيون كدوز في الحيط كامل، يعني الا غديرها في الدار كامله خصك تعرف بان الحيوط كاملين كلهم غادي يدوزوا فيهم، غادي يدوزوا منهم جعابي، وكاين بعض البلايص اللي كتكون حابسانه، كتكون لابوطق حابسه، ممكن ان يدوز في الارض. يعني غيكرفص الدار. ماشي غيكرفص، يعني الدار كلها خصها تعاود. صافي شكرا. يعني لا نويتي ديري صباغه جديده ولا نويتي صباغه جديده وتعود والارض حتى هي غادا تعاود، ممكن انك تركبيه. يعني فيها مصاريف وفيها وقت وفيها بزاف الحوايج. وي مرحبا لاله، الله يسهل الامور. مرحبا. نبقاو في الدار البيضاء هذه المره لاله ساره. اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفك كاينه؟ لاباس عليك. الله يحفظك لاله، الله يكرمك، شكرا. خويا سامي بخير، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. نقول لك الله يخليك، عندي واحد السؤال راه حيرني، عرفتي راه كنمشي نخرج نتقدى، كنبغي نتقدى كنرجع ما كنتقدى حتى حاجه، ما كنمشي نشوف ونعاود نرجع. شنو بغيتي تقضي بعدا؟ باقي ما عرفتيش شنو بغيتي تقضي؟ غالبا طلام. عرفتي يا سي راه كنمشي نشوف وكنرجع ما كناخذ حتى حاجه. قلت 15 معاك الله يخليك. مرحبا. بالنسبه بعدا لي سبوت، واش نقدر يداروا في الدار كامله واش يجيو مزيانين ولا لا؟ انا دايرهم، المهم باقي ما تقبتش ليهم، ولكن يعني دايره دوز الخيوط على اساس انني غنتقبلهم الدار كامله، واش نقدر نديرهم الدار كامله او لا؟
لي سبوت يعني ممكن ان يجيو في الدار، ما غاديش نقول لك في الدار كامله. علاش؟ مثلا انا ما عرفتش بعدا واش عندك الفو بلافون في الدار كامله. عندي فو بلافون. هذه النقطه الاولى. مثلا بالنسبه للصالون ماروكان، واش كاينه البلاصه باقا البلاصه فين يجيو لي سبوت؟ حيت كيخص ملي كيكون صالون ماروكان وكيكون هذاك النقش اللي داير ديال القبص اون موا بعدا في القناة ديالو كنخليو البلاصه فين يجيو لي سبوت. واش عندك ولا لا؟ انا داير قبص رومي وعادي رومي ماشي النقش وداك الشيء. لا داكو. المهم هو ممكن ان يجي في الدار، يعني هاد لي سبوت كيزيدوا المنظر وكيزيدوا كيبينوا الدار. هذه النقطه الاولى. ممكن انك ديري في الدار، غير هو كيبقى كتكون عندك واحد الا كنتي يلا غادا ديريهم يكون واحد موديفيكاسيون شويه من ناحيه الضوء، يعني الالكتريسيان. يعني كيخص هو ما يمكنش انك ديري لي سبوت يشعلوا في دقه واحده مثلا مع التريه. لا هذه القضيه بصح درتها في بيت الكلاس، درت جوج كيشعلوا جوج اخرين كيبقاو طافيين. هو راه ممكن ان لي سبوت ديرهم في الدار كاملين، راه ما كاينش مشكل. واخا واحد السؤال اخر بالنسبه دابا، انا دابا حاليا درت في بيت الكلاس عندي ثريه في الكحل ودرتهم في الكحل، وفي بيت النعاس عندي الصباغه في الذهبي وبيت النعاس في ماغو شكلاطي. واش نقدر ندير لي سبوت يتبعوا الالوان ديال اللي عندي؟ مثلا عندي مثلا الذهبي في الحيوط وعجبوني واحد لي سبوت هما في الذهبي، واش يجي مزيان نقدر نديرهم ولا ندير اللون عادي يعني يمشي للدار كامل نفس اللون؟ واخا نسولك دابا مثلا تبعنا اللون، دازت واحد العام ولا عامين وبغيتي تبدل الصباغه. ومشيتي وما لقيتي غتولي اوبليجي انك تبدل حتى لي سبوت، وبغيتي تبدل ما لقيتيش نفس القياس. يعني من الافضل ان شخطو بحال هكا، يعني من الافضل ان نمشيو شي حاجه ستوندار اللي تمشي لنا مع بزاف ديال الحوايج. كاينين دابا دي سبوت اللي خارجين اللي كيجيو بيضين وكيكونوا مات، كيمشيو تقريبا بحال القبص في اللون ملي كديرهم مع القبص. انا عجبوني ولكن راجلي ما عجبوش، قالك ما بغيت ما ديريش لي هادشي قبص بيض وديري خاصهم خاص اللون. شوف خص الا كان المشكل بحال هكا تاخذوا وحده ويركبها الالكتريسيان الا عندك، راه في المنظر كتجي زوينه، ممكن انها تعجب. نعم. الأسئلة، سؤال كيقول سامي السلام عليكم، سكينة كيف حالكم؟ الحمد لله الله يكرمك يا لاله. بغيت نسول مخصص الديكور سي سامي، عندي هاد العبار ديال السدادر بغيت نفرشو، ما عرفتش شنو علو اللي نختار ديال الطلامط، البيت مصبوغ بالصومون. الله يجازيك بالخير وشكرا جزيلا. فوالا شوف العبار سامي. وي كيظهر لي راه باقي حتى الصورة ديال ليسباس تا هي فوالا، عندها تبان لك الصورة ديال المكان، الصباغة اللي كاينة في الحيط و تفضل. بالنسبة للخشب، يعني من الأفضل أن يكون خشب يكون فيرني. فيرني بأن مارون كلير ما يكونش فونسي بزاف. بالنسبة للتوب يعني الصومو كنعرفوا بأن البيت غيكون شوية مرموق، وعلى حسب نيت كتبان لنا الصورة هنايا صيفطاتها لنا السيدة. من الأفضل أن الأرضية تكون بيج، يبان لي تطابي فيه البيج، الارضيه تكون بيج ويكون ان غابيل ديال هاد الصومو هذا ولا لورونج. نعم. كاين سؤال اخر كيقول سلام الله يخليكم، بغيت اللون ديال الحوفه في هاد الصالون، هذا كيبان لي لون مفتوح بيض. وي هذا وي من الافضل ان داك الغوز اللي كاين في الورده تاخذوا بداك الطرز، يعني ديال الطرز تاخذوا ودير به الحفه وتبدل حتى لي بودان اللي عندها، دير ديال ترافيرسان من هذاك غادي يكون احسن. دابا شنو هو الفرق ما بين لي بودان ولي ترافيرسان باش الناس يعرفوا؟ لي بودان هما اللي كيكونوا ما بين لي كوسان، كيكونوا في الملاقيه ديال المضارب كيكونوا دايرين. ولي ترافيرسان هما اللي كيكونوا بلا خديه على خديه. ماشي ضروري تكون خديه على خديه، ممكن انها تكون وحده فوق وحده، ممكن انها تكون غير وحده وكبيره شويه. تكون عريضه شي شويه. وي هذا هو الترافيرس. نعم. حناخذوا معنا لاله فاطمه من الرباط. مرحبا بك لاله فاطمه. اهلا وسهلا تفضل لاله. لاله فاطمه. لاله فاطمه. اذا ربما انقطع الخط، ناخذوا لاله مديحه من المحمديه. مرحبا بك لاله مديحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يخليك، عندي واحد السؤال الخبير اللي معكم. تفضلي لاله. مرحبا لاله. اون فيت عندي شرجم جا في لافاساد ديال الدار، وكنا ديجا مصبغينو بالصباغ اللي خارجه دابا اللي فيها شويه لابغيونت مع بحال فودان. صافي ما عرفنا بلا ما تقول لي السمي.
اكزاكتو يا اشهر تفضلي. المشكل اللي جرى ليا هو بان من ولات الشتا وداكشي ولات الحيطه فيها كتغمال وكتنقط وداكشي عيت ما كنمسح فيها ابارمون ما كتمسح ما والو. زعما بغيت نصيحه شنو اللي نقدر نبدل؟ دابا نبدل لابد ما نبدل الصباغه ديال الصالون اي فوا بور توت ولا كاين شي حل اخر شي صباغه جديده شي جو سي با يعني تكاين شي نصيحه؟ هو ممكن دير لها غوتوش هي تقاديها ودير لها سيغاج حيت دابا المشكل اللي عندك واقع لك هو انك النهار الاول فاش صبغتي بها المعلم ما داش لك سيغاج. حيت هاد الصباغه باغ ما كيداش فوق منها السيغاج. لا كيدار عندها السيغاج ديالها ماشي اللي كيلمع بحال اللي كيدار ديال 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 الصبايغ الاخرين. عندها السيغاج ديالها هي. كتولي ما نقولش لك كتمسح 100% مي كتولي سهله في المسيح. حيت باش نكونوا فاهمين الصباغه اللي ساهله في المسيح وفي الغسيل ديالها يبقى هو اللاكي. داكوغ. اما كاع لي بانتور كلهم ديكوراتيف كلهم فيهم هذا المشكل هذا. هاد الصباغه هذه الحل ديالها هو انك دير لها سيغاج ديالها. ما كاينش صباغه اللي هي كتكون ضد هاد الفطريات اللي كتكونوا ولا شي حاجه اللي تقدر كتعاون بان ما تعاودش تكون. اش غنقول لك هاد كاين الصباغ اللي كيقولوا ولكن ضروري يخرجوا حيت المشكل ديالهم هو الدار ما كتكونش مهويه مزيان وكيكون بروبليم ديوميديتي في الدار. داكوغ. يكون المشكل ان الدار ما مهوياش كتكون الدار ما مهوياش مزيان هنا فين كيوقع هذا المشكل. داكوغ. واخا خصك باش تعاون الدار هو انك ان مثلا في الصباح كنعرفوا سيغتو في هاد لا بيريود ديال البرد كيكون مشكل ان الدار ملي كنسدو الشراجم وكيكون البيبان مسدودين انك كنلقاو بعض المرات يا اما الحيوط او على الاقل ان الزاج ديال الشراجم كنلقاوه مندي. يعني من الافضل ان ملي بحال دابا على الاقل في الصباح ممكن ان الدار تهوى يكون واحد شويه ديال الكوغوندير تهوى مزيان عاد ممكن اننا نسدوها باش ما يكونش عندنا بروبليم ديميديت. يعني التهويه مهمه والشميشه مهمه بجوجهم مهمين. وي الشميشه ما كايناش من الاحسن يعني انهم يحافظوا على هذه المساله ديال انهم يهويوا البيت ديالهم بطبيعه الحال. سامي شكرا جزيلا لك ما سخيناش بك ولكن اكيد انه هو الموعد متجدد باذن الله الاسبوع المقبل. شكرا لكم شكرا على كل المعلومات اللي تقسمتيها معنا. شكرا لك ولجميع المستمعين الاوفياء والطاقم التقني ديال ميد غاديو. بارك الله فيك شكرا لك. كنشكر صابر فوندا رافقنا اليوم في الاخراج وسميحه استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. كنستسمح من اللي ما قدرناش نجاوبوهم تهلاو لي في راسكم شهيه طيبه دائما معكم على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. كنرحب بالجميع وكنشكركم على وفائكم. دمتم في رعايه الله مستمعينا الكرام الى اللقاء.